وقت مليون ونص لبناني ينزل على الشارع ويقلكن فلو بتفلو. المليون ونص لبناني ما نزلوا تيقنعوكم تشتغلوا ولا تعملوا ورقة زيادة عن عشرات الأوراق اللي عملتوها قبل. نزلوا يقولوا لكم أنه ما بقى في ثقة فلو. هيدي أول مرة بتاريخ لبنان منشوف لبنانيين من كل الطوائف بكل لبنان بكل منطقة بكل مدينة من صور لطرابلس متعاطفين مع بعضهم متعاضين مع بعضهم بحبوا بعضهم نازلين سوا إيد بالإيد مسلمين ومسيحيين. هيدا الحلم يلي عم نحلم فيه 80 سنة من وقت ما تأسس لبنان ما شفناه عم نشوفه اليوم. عطوه انتصار للشعب اللبناني، خلوه يقرر مصيره، خلوه هو يحقق لنفسه مستقبله وهو يقرر كيف بده يبني هيدا البلد. الشعب اللبناني عم بيطلب منكم تفلوا. الشعب اللبناني عم بيطلب يرجع يقرر مصيره بإيده من خلال انتخابات نيابية جديدة، يرجع هو يقرر مين بده عمين بده يحافظ ومين بده يشيل. بده يشيل الكل بيشيل الكل، بده يجيب ناس جديد بيجيب ناس جديد، هو بيقرر بس انتو عليكم تعطوه هيدي الإمكانية. لهيدا السبب منكرر دعوتنا اليوم لاستقالة هيدي الحكومة، منكرر دعوتنا لتشكيل حكومة حيادية شغلتها واحد تنظيم انتخابات نيابية مبكرة تيرجع القرار للناس والناس ترجع تقرر مستقبلها، واثنين يبلشوا ويباشروا بالإصلاحات المطلوبة اليوم ويلي كلكن عم توعدوا فيها. هيدي نقطة الأولى. والنقطة الثانية، المطلوب نروح مباشرة نحو الشوارع اللبنانية، نروح إلى الساحات بكل القرى بكل المدن كرمال الشعب اللبناني يكمل إيد بالإيد عم بينتفض من دون هوية سياسية من دون حسابات صغيرة من دون كل شيء كان عم بيفرق اللبنانيين عن بعضهم. كسرنا الحواجز اليوم، كسرنا كل شيء، بدنا نكمل نكسر الحواجز. هيدي انتفاضة الناس، هيدي منا انتفاضة حدا، نحن كلنا بتصرف هيدي الثورة وبتصرف الناس وبتصرف الشعب اللبناني. ما بدنا شي لحالنا، بدنا هيدا البلد يقوم كرمالتا كل الناس تعيش بهيدا البلد، الأولاد الصغار الجيل الجديد يعيش بهيدا البلد حياة أحلى من الحياة يلي عشناها. يعطيكم ألف عافية.